السلام عليكم البنات، جيسبر كو فوز علي بيان. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله اللي كنت باغا ندير لكم صراحه شحال هذه، ولكن دابا عاد كتاب. المهم سي اون ريفو على هاد لاغام هادي كيغاستاز، ما اشهار ما والو، غير بغيت نشارك معكم هاد لاغام حيت كتر من واعره زوينه بزاف. هاد لاغام بالنسبه للبنات اللي كيصبغوا شعرهم او اللي كيديروا لي ميش، اولا المهم البنات اللي عندهم مشاكل في الشعر اللي كيتقرض اولا كيطيح اولا المهم مشاكل في الشعر، كنصحكم بهاد لاغام هادي فريمون، حيت انا شعري ديما كندير ليه لاميش. دونك لاميش كنعرفوا بانهم كينشفوا الشعر وكيتقرضوا، وانا بهاد لاغام هادي راه شعري بحال ما دايرهش له لاميش. فين ما مشيت صراحه ندير لاميش كناخذ اون غام اللي تكون كونسونطري باش نحافظ على الشعر ديالي، باش لاميش ما ياثروش ليا على الزغبه. دونك فوالا داكشي علاش كنصحكم انا بهادي. جربت بزاف ديال لي برودوي كغاستاز، ولكن هادي احسن وحده، احسن وحده واعره بزاف. نصحتني بها الكوافير اللي كتصايب ليا، والثمن ديالها في الصالون كان ب 130 اورو اولا 1300 درهم لاغام كامله بثلاثه، ولكن قلت لها غادي نمشي نشوف داكشي في انترنيت ونشوف زعما لي زافي ديال الناس وداكشي اش كيقولوا عليها. ولقيت ويعني غير اوازر طحت في واحد لو سيت اللي هو لوك فانتاستيك، غنخلي لكم لتحت في لا بار دانفو، لقيت فيه لاغام كلها ب 57 اورو اولا 57 اورو 570 درهم، يعني فرق كبير في الثمن، راه نص الثمن تقريبا. وحتى فاش رجعت عند الكوافير ديالي وقلتها ليها ما يعني ما تيقاتش حتى وريتها السيت، وقالت لي غادي نمشي حتى انا نكومونديها منه حتى هي كتستعملها. وصراحه يعني فرق كبير في الثمن، يعني الثمن طايح بزاف بارابور لي سيت الاخرين وبارابور لي سالون دو كوافير، حيت هاد لاغام راه الا بديتوها يعني ما غتستغناوش عليها. هي ماشي ضروري تبقاو متبعينها ديما، ولكن على الاقل ديروها مثلا غير فاش يلاه ديري لي ميش، ديري تاخدي لاغام وتبعيها لشعرك، يعني تبعيها حتى تسالى. يعني مثلا هكا شاك فوا تغسلي شعرك راه غديري ان وغير كونتيتي غير شويه، يعني هي كدوز لك مده طويله. دونك هذا لو شامبوان فيه 250 ام ال، واعر واعر، يعني لاغام كلها سي اون ريكرياتور دو فيبر نوف، يعني بحال كتجدد لك الزغبه، يعني كتقوي الشعر وتحافظ عليه. المهم انا قلت لكم فاش كان، والنتيجه غادي تلاحظوها من اول استعمال، غتلاحظوا لا بريونس ديال الشعر، غادي تلاحظوا باللي الشعر خفيف وماشي زعما حرش ولا بداك البرودوي ديال لي ميش، راه بحال ما دايرينو بحال ما صابغينوش، كيولي الشعر بحال راه طبيعي وخفيف وفيه ريحه زوينه ومغدي وماشي ناشف. المهم واعر واعر واعر، يعني بصراحه هاد لاغام نقدر نقول لكم الي ماجيك. يعني داك ليفي اللي كتعطي راه فريمون ماجيك. كاين لو شامبوان وكاين لو ماسك ديال لا ميم غام اللي فيه 200 ام ال اللي هو راه خاوي، وكاين لو سيروم اللي لو سيروم فيه 30 ام ال، والسيروم يعني من لا ميم غام معرفش كيغاستاز ريزيستانس اللي مبغي. هاد السيروم هذا فيه جوج ديال التقيبات هنايا كيف ما كتلاحظوا، والداخل فيه بحال قلتو جوج ديال القريعات، هادي كريم وهادي زيت، يعني السيروم كيتكون من كريم ايزيد جوج ديال لي تيكستور. فاش كتبركو كيخرجوا لكم بجوج، كتخرج لا كريم بيضاء وكتخرج الزيت، وكديروها للشعر ديالكم كامل. يعني من بعد الغسيل كتغسلوه بالشامبوان وديروا الماسك وتخليوه واحد المده وتغسلوه وديروا يعني حتى كتنشفوا شعركم شويه بالفوطه وكديروا السيروم وكتخليوه صافي، يعني الشعر تيكون كتلاحظوا انه فيه واحد ليكلا واحد لا بغيونس وريحه زوينه ما بقيتش عارفه شنو نقول لكم عليها، تيلمون زوينه. المهم كترد الشعر واعر، انا هذا الشيء يعني الريزولطا اللي كان على شعري انا. وفوالا يعني كنصح بها سورتو البنات اللي كيديروا لي ميش اولا البنات اللي كيديروا الصباغه، الا ما بغاوش يخرجوا على شعرهم يخفاف ويتقرض ويحرش، ما عليكم غير بهاد لاغام هادي. انا صراحه من بعد ما جربت هاد لاغام ما بقيتش كنخاف من لي ميش، اون فوا تيطلعوا لي لي غاسين كنمشي كنعاودهم نورمال وما كنخافش منهم، وكنعرف ان شعري ما غيوقع فيه حتى شي حاجه. علاش؟ حيت كنتبع له هاد لاغام، فين ما بغيت نغسل كنغسل بالشامبوان وندير لو ماسك ونخليه واحد 10 ديال الدقائق ونغسله وندير السيروم ديالي وشعري راه ما نقدرش نقول لكم كيفاش داير.
كل شيء كيبقى يسولني واش مصايباه واش هذا علاش كيبري هكا. والله العظيم يعني فاش كنخرج ونتلاقى ناس وكل شيء حتى فاش كنت في الخدمه يعني كل شيء كيسولني اشنو كندير لشعري. فوالا يعني نتيجه راها فريمون توب. ما عقلتش واش قلت لكم باللي السيت غنخلي لكم في لا بار دانفو غادي تدخلوا. مهم كيف ما قلت لكم 57 اورو لا جام كامله. قلبوا على لاغام كامله حيت غتلقاو الشامبوان بوحدو غتلقاو هادو بجوج غتلقاو بزاف. نتوما قراو مزيان حيت عندهم بزاف ديال لي برودوي حتى فهاد لاغام هادي. دونك خدو لو شامبوان لو ماسك اي لو سيروم هما لي بلوز امبورطون. او فوالا نتمنى تجربوهم وتردوا عليا حيت انا متاكده غادي تحماقوا عليهم غادي يعجبوكم وشعركم غادي يعني غيتبدل. فوالا هادشي اللي كاين. اللي عندكم اسئله بحال العاده خليو ليا كومونتير نجاوبكم ان شاء الله لو بلو رابيد بوسيبل بحال ديما. و الا بغيتو تعرفوا شي حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش كومونتير ودخلوا عندي حتى الانستغرام مرحبا بكم. الانستغرام ديالي تا هو ديما كنخليه في لا بار دانفو. ونقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.